السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواطنية الجمهورية بركيسن ما توحى سوتي يدين إن برنامج كوسافسان سومالي لاند إيه شروع عالمي جه وحنا نكهد للدونمانتنا ونتيجوين أن كجاري سدح إيه تون سنة كدب أو كوسافسان قد يدينا إيه شروع عالمي جه وحنا كلا قيبين دونا دولة راهو سدح قيبوت قيبتو كواد أن كجهد للدونو كتركتين هذه بدنيد أو ضل كان سوق ليس سدح يصدم كسنة قدم بي كواس أو كوسافباي إن قد يدينا ماشي هذا كدقة كتركتنا السبب توضا وحنا قد قضيت دين الغش هيجو دولة دونيسين الدولة كجلا كجاوضو إنك سموات والبوس وما لاندر وأجي ون آمنسين هي إن أنا هنا يضل مضح بنان وحن كده ذال دونا سدح القيبود إن أنا شرحه سين وبدلي كرنا شرعية دا دل كنا تاس أو كده جيسا دولة مضح بنان دل والبنا شرعية دي سيسي بنا دل كمضح بنان وحاسية دت كوضا شعب كويان دت كسية شرعية دا دولة دا. دولد دي كوشا قينيسو تاس او لو يقانو حاجة شعب كده حديسة اعترافك لكن قيبتان وحان كوهاد لدونا هورتا وحان كاقهاد لدونا كتركتانا دي بدنيد او صوغة شي قد يدينا كو سو مواطن والبو اوغي هاي دل كينا وا دل مضح بنان كون ساقال بقول اي لحدن كي لحي لواتن كي جون كون ساقال بقول اي لحدن كي او مضح بنان اي ساكا قاد اي انجليسكا مضح بناني عاد او شاكنا لهين او حاجة شرعيقنا صفي عن وفل متي وف ولا فلي لكن وحيالا بدن كتر كتينا بدن صوغ على درت هذا أمر والبوح الوح شيء على ده سومال لان شرعية ده بعد مسي سومال لان دولة مضح بنان معها سومال لان ودولة كفوق إن أنا قلت دولة مضح بنان إيه قيد كمد إيه تهي دولة ده إيه اللي مدودي حتى كتر كتينا تاس وح شروع شو قم بدنا معها ونود أجن هاي دولة دينا لكن حلا قبل ما تي واللي حلا واتك تشون كون سجال بقولي لحدنكي حاجة هدان كبلا ونو وشرعي شروع دا عالمي جانا ووافق سنتهاي لكن كتر كتين تان لدها يو قيب كمد اه دولت كلا نقطة ساو دعضي وحي كود عضي فعل لذا كود قاقيان شعبك هدا ده دين حكومة دا حكومة دا ميرك لك ما تماد وشعبك ون حكومة دا مر والبلا دورنا شعبك دا حيسا لغا دورتا يعني وحن هدونا شعبك اسك بدارين مر والبو حكومة دا ايتان صوص عطي ايتان كوحي كتبا وحي كود قاقي دونان اسل خلاضيه لفتر كودا سازرت هذا وحن قوان سنة انا شعب كوسو تشيدينو برنامج كان سأصحان فعل ذن تان أبوه رئيس وحن نقول نسا كلمة ذا هن استعمالنا كلمة ذا استعمالان مواطنين تا سوماليلاند كلمة ذا هاس كلمة ذا أبوين وحيتها هي سوماليا سأصدرت هذا مر على مر كان دهنا سوماليا وحن شيء جنا حقت حمر حول شيء حق صح بأهد مر على مر كان دهنا سوماليا حق وحن سيننا دولة تشارك آن هنا إنا فجرياش عالم كنا جهور استكتو مر على مر كان دهنا سوماليا وحن لنا ها وحن هنا قبل كم دقة أنا كنا وندوننا إن أنك قانو سأزرت هذا كلمة دن إن أنا تشوش نوي إنسان وعدنا بيش عالم كإنه دل كني هاد دل مضح بنان وكلمة موتشنا سإن أنا أستعمله تاس أو إيه سومالي تلياني محي شيء جسا سومالي تلياني سومالي تلياني وحي شيء جسا إنه دل كاجي هاد دل مضح بنان مو بهند إن الفجاري والبعالمية إن كهذا شيء أتشيكتي هذي دل كيجا وحو قات مضح بنان إذا حلقة دل كيغا وحو ها دل مضح بنان او لم يدوي دل كالي إنا تشيكتي وحا صوران وحا كاغا وحا تكوبا دلي كرتا كلمة دا سومالي تالياني محي شيء جسا سومالي تالياني سومالي تالياني وحي وحي لنسا باشا عالم كدب إنا كوفا كيران حق مو محي حدود سومالي تالياني غان لغا هاد لايو حقيا كو تالا سومالي تالياني إيو هشيس كان غدا عاي إمد نمادا كدا عدا لبادا دل سومالي لاند إي سومالي تالياني إنا دب اغو نقضان دل كان مضح بنان وحي كودا قاقان فعلو إي كلمة دو عدينا يا موتينا يا مضح بناني ضوضة سأزرت هذا وحالو قبا هي شعب كسومال لان إنو كلمة أهرى يوتوتينا يا نقونا سدو إليراه وحيا نقونا سا كلمة سوماليا أو لقبا دريو سومالي تالياني كلمة كلا أو شعب كدحديسة إن بضنو استعماله وكلمة وقوي إي كونفور مر الله مر كاد دهدي وقوي أما كونفور دالكي وتيدا وقوي كدالكي كاد ليسا إيكا سومالي تالياني وحي استعمالان وقوي مركينا قاهد ليان أنا كا سأولوميان دولد نمدينا أما مضح بناني دينا سي هوس وغدقان الدول كو شيغيان ها وقيب كمد إي سوماليا ووقويقا دالكا سوماليا لكن شعبك سومالي لان محو استعماليا كلمة دا وقوي كلمة دا سوان وخلط أما وكونفور حتى مركان دهينا إيكا نغو ييرينو وكلمة خلطة لأنه وحن موتينينا إني دولد دي إي مدنمدي ولي تشرتو سأزرت هذا سان هروب الشاقنا كلمة ده هن أقوي يري كرنا الدولة والب الدولة ده الدولة كلا مركي أقوي يري سيا إما وح أقوي يرتا مجا كوه بون أيضا سان أنا أقوي يري دونا سومالي تالياني
ama waxaad ugu waxa lagu yeeri kara laba magac oo kale caasimadeedo kale xamar hadaan Soomaali dhexdeeda ka wada hadleyno laakiin marka dibadda la hadleyno Muqdisho baan leenahay markaan doonayno inaan hadal u soo jeedino saas dartay shacabka dhexdiisa labada kelmadood oo hore soo joojinay waxa weeyaan Soomaaliya iyo Waqooyi waxaan ku bedelaynaa Soomaali Italiyani oo ku celinaysa xilligii mustacmarada ahayd taas oo xagga sharciga caalamiga soo sheegay waa meel kaga dhac qarannimadooda noqonayso taasna waa xaq baan u leenahay sababtoo ah 3-7 sano ee Soomaali Italiyani kaga dhacaysa qarannimadeena meel xagga beesha caalamka xuquuqdeena iyo waajibaadkeenana 3-7 sano ee meel kaga dhacday marka waa xaq u nasiinaya shuruucda caalamiga inaan meel kaga dhacno aan ugu yeerno magacaas Soomaali Italiyani kelmadda ku xigta taas aan iska joojinayna dhexdeeda waa madax banaanida waa maalinta barakeysan 18 May aan ku sheegno maalintii madax banaanida madax banaanida maxay sheegaysaa xagga sharciga xagga sharciga laba qaybood uu kaliyaatay sheegaysaa laba dowlado inay dhashayna sheegaysaa waxay sheegaysaa koow in dowlad madax banaani ka qaadato dowlad kale ajnabi haysatay ama waxay sheegaysaa tan labaad dowlad doonaysa in dowladeeda asalka ka go'do anakana midna ma nihi labadaas waxaan ahay dowlad madax banaan ku biirta dowlad kale madax banaan oo aasaasay dalkii loo yaqaan Soomaaliya adduunka dhan u wada garanay saas darteed anaku ilaalinayna sharciyada iyo shuruucda caalamiga iyo urfiga caalamiga waxaan isticmaalaynaa maalintaas National Day ama maalintii qaranka maalinta qaranka maxay sheegaysaa maalinta qaranka waxay sheegaysaa waa maalin ku weyn shacabka dalkaas waa maalin uu isaga doorto inuu xuso sanad walbo uu gaar ahaan maalmaha kale ka saaro saas darteed kelmadda uu isticmaalayna 18 May waa maalinta qaranka sababtoo ah madax banaanida waxay sheegaysaa in dalka la ka go'naana kana dalkeena dalna kamu go'in xilligaasna muu dhalan dalkeena xilligu u soo baxay beesha caalamka shacab iyo walihi 20 June 1906 mar walba waxaa lagu dadaalaa si lagu ilaawsiin lahaa dowladnimadaada kutrukuteyna badanna waa la soo dhexgeliyaa oo lagu sheegayo ha dalkaagu wuxuu lumiyay dowladnimadiisa dalkaagu wuxuu ku milmay dalkii jaarka saas darteed dowladnimadiisa ma jirto haddii jirin saa u dhacday ina dowladnimadeena u dhisanno 1919 markaan ka baxnay midowga saa u dhacday ina dowladnimadeena u dhisanno doorasho u qabanno aan u muujino saddexda hay-adooda dowladda ka kooban tahay sidii uu sharciga sheegaya caalamiga inaan u muujino dowlad waan ahnay oo dowlad madax banaanna waan ahnay kaliyata waxaa naga dhiman habkii aan ula xiriiri lahayn dibadda taasna waxay ku xiran tahay inuu shacabka ka yimaado weeyaan inuu iska saxo kutrukuteynadan iyo kelmadahan aan sheegayno sababtoo ah beesha caalamku waxay leedahay language gaara ee ku wada xiriirto ee ku hadasho language kaasna waxa weeyaan mid ay u baahneen in la sii fasiro ama la sii raadiyo inta badan sida hadda markaan dhahno anaka aan isticmaalno kelmadan aan sheegayno madax banaanida adduunka muxuu sheegay dalalka caalamka maxaa ku soo dhacayo ha waa see sheegtay xamar dalkan wuxuu ka go'ay Soomaaliya waa qayb ka mid ah Soomaaliya yani anaka u sii cadeynayna adduunka ku sii celcelinayna dhahayna ha waxaan ka go'nay Soomaaliya sababtoo ah 18 May waan ka soo go'nay oo madax banaani weeyaan madax banaani ma aha cidii dhahaysana ha weyn haysteen oo xog been ugu haysteen in kelmada aan garanayn ku turkuteyna badan soo gasho shacabka dhexdiisa wax ka jiro ma jirto sababtoo ah deen haysan lahayn maanta ay kaana xukumi lahaa haddeen haysan lahayn anaka dowladdeena ma muujin lahayn iyo awoodaheedana maan kari lahayn inaan dal diyaarad walba soo galaysa inay sharciyadeena qaadato ama markab walba soo galay xeebaheena in la saaro calankeena ma dhici lahayn taasoo dhan waxay ku muujinaysaa waxay ku muujinaysaa inuu dalkaaga yahay dal madax banaan laakiin waxyaala kelmado yar yar iyo habdhaqan gaara aan isticmaalna anaka aan ugu celinaysa mar walba oo no sheegayso dhahaysa dal doonay inuu dalka kale ka go'o sida kelmadan aan sheegayna hadda madax banaanida madax banaani ma aheen waa maalin qaran 18 May maalintii barakeysaneed maalintii aan ka baxnay midowgii waa maalin qaran maanta xaggan ku ekeysiinayna hadduu ila yiraahdo waxaad nagala socon doontiin qaybta labaad hadduu ila yiraahdo sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullah kamaran cheegi bangiga oo la jar dahabnaas u kaydso lacagtaada mar kasta iyo meel kasta isticmaal adeegyada Somtel iyo eDahab wuxuu dhaa koonkaaga bangiga oo ka dhex maamulo lacagtaada usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka Dahab Plus